السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على قرار مهم جدا تم أخذه من طرف وزارة الصناعة، وهو يعني من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار هذا. إذن وهذا القرار يخص شركة أوني، عملاق الصناعات الإلكترونية في الجزائر، واللي بموجبه سيتم إعادة فتح 3 وحدات إنتاجية تابعة لهذه الشركة، كانت مغلقة لأكثر من 20 أو 30 سنة من طرف الحكومات القادمة، يعني الحكومات السابقة اللي كانت فيها سياسة تاع غلق المؤسسات الوطنية وإعادة بيعها بالدينار الرمزي لحاجة في نفس يعقوب. إذن هذه السياسة انتهت مع في الفترة الحالية، وتم إعادة فتح 3 مؤسسات كانت مغلقة تابعة لأوني. المؤسسة الأولى تقع في رأس الماء، في بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، والمؤسسة الثانية تقع في عين وسارة بولاية الجلفة، والمؤسسة الثالثة تقع في سيدي بلعباس تابعة لشركة أوني، وهي متخصصة في الشركة الثالثة هذه، أو المؤسسة الثالثة، أو الوحدة الإنتاجية الثالثة متخصصة في رسكالة. وهذه هذه وحدة مهمة جدا، هذه تدخل في إطار رسكالة البقايا نتاع المعدات الإلكترونية اللي فاتتها الصلاحية، كما الكمبيوتر هذا القدم، كل ما هو إلكتروني، يعني كما التلفاز، التلفزيون القدم هذا، كل ما هو قديم. هذه المؤسسة الثالثة هذه لإعادة إحيائها متخصصة في رسكالة هذا الماتيريال الالكترونيك، وهذا امر مهم جدا، لان احنا نفتقد لمثل هذه المؤسسات، ونعرف باللي اعاده لها يعني رسكالة هذه المعدات الالكترونيه خاص جدا، ما نقدرش نرمي التلفزيون مع البطاطا والزروديه والقشور تاع البطاطا. هذه امر يعني مهم جدا. إذن إعادة هذه الوحدة متخصصة في رسكالة هذه المعدات الإلكترونية القديمة اللي انتهت الصلاحية نتاعها. أما الوحدة التي تم يعني إعادة فتحها في والمتواجدة في رأس الماء، فهي سوف تفتح بعد كان شراكة مع شريك أجروديف، وهذا أجروديف شريك جزائري متخصص في الصناعات الغذائية، وهذه الشراكة سوف تؤدي إلى إنشاء وحدة إنتاجية للعتاد الطبي وكل ما هو عنده علاقة بالمرافقة نتاع التطبيب في المستشفيات. وهذا إضافة جديدة مع شركة أوني، إذن نرحب بها. وهذه الشركة الثانية هذه المتواجدة في عين والسارة سوف تنطلق ب40 عامل لتصل بعد ذلك إلى 200 عامل عندما تكون الوحدة تخدم يعني دو بلان ابلان ريجيم. والثالثة هي شركة سوف تنطلق مع شريك إيطالي فيمر، وهذا الشريك الإيطالي متخصص في إنتاج المعدات الخاصة بإنتاج الطاقات الشمسية، الطاقة المتجددة. إذن شركة يعني إيني سوف تدخل مجال إنتاج الطاقة الشمسية بصناعة المعدات اللي عندها علاقة بالمحطات الشمسية.
إذن يعني هذا مهم جدا، خاصة عندما نعرف السياسات الجديدة اللي أخذتها الدولة في اتجاه إنتاج أكثر فأكثر من الطاقة الشمسية، يعني ويعني يعني نعاود نزيد من النسبة المئوية نتاع الطاقة المستهلكة في الجزائر يعني باستعمال الطاقة الشمسية. إذن أوني قررت أن تدخل في هذا المجال، وهذا مهم، أمر مهم كذلك، تدخل في هذا المجال بشراكة مع شريك إيطالي معروف عملاق، هذا شريك فيمر إيطاليا لإنتاج المعدات كل ما هو علاقة بالمحطات الشمسية. يعني إذن هذه هي ثلاثة وحدات إنتاجية اللي سوف يتم فتحها في القريب العاجل لكي نزيد من لكي أوني سوف تنوع تزيد من إنتاجها، بعد ما كانت السياسة من قبل هي تضييق عليها وغلق وحداتها المختلفة، وهذا اللي يعني حطها في وضع محرج في الأعوام الأخيرة بسبب خلل في التوازنات المالية للشركة. إذن نكتفي بهذا القدر وننتظر، على أي حال ننتظر التجسيد، ننتظر النتائج نتاع هذه السياسات الجديدة والقرارات الجديدة، سوف ننتظر التجسيد على الميدان وسوف نوفيكم بكل ما هو جديد فيما يخص هذه الوحدات الثلاثة. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.